وفي إطار ما يواجه مصر من حرب حقيقية ضد الإرهاب، فإن العنصر الإعلامي يصبح لاعبا رئيسيا في المواجهة الشاملة. وللأسف الشديد فإننا في مصر نشهد شكلا من أشكال الفوضى الإعلامية للتعامل مع قضية الإرهاب، فما زالت عدد من القنوات التلفزيونية تحط إلغاء آراء مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية بتحريض من بعض الدول تحت دعوى الموضوعية وحرية التعبير. وما زالت الأعمال التخريبية التي يقوم بها أنصار الجماعة وخلفائها محط تغطية من وسائل الإعلام المختلفة مما يصور الجماعة وكأنها تسيطر على الشارع المصري.